بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر من الأذكار المهجورة، ذكر جامع يقال بعد الصلاة، له مناقب عظيمة للأسف الشديد لا يعلمه كثير من الناس أو القسم الأعظم من الناس. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء عندما سأله الصحابي عنه، قالوا: هل فهل تركنا من شيء؟ أن تقول بعد الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. هذا الدعاء يقال بعد الوضوء. فصحابي قال: رسول الله، أراك تقول هذا الدعاء بعد الوضوء كثيرا. فقال له: فهل تركت من شيء؟ يعني هذا الدعاء الجامع، هل ترك من أي شيء من خير الدنيا والآخرة، أو خير الدنيا بمعنى أصح؟ أولا بتدعو بمغفرة الذنب، ومعروف إن الوضوء بيكفر، يعني بيغسل الذنوب. فهذا الدعاء أوقع في حدوث المغفرة بعد الوضوء. ثم بتطلب التوسعة في الدار والبركة في الرزق، من الله سبحانه وتعالى يوسع في الرزق. فهذا دعاء جامع، دعاء جامع له مناقب عظيمة. وحتى يعني بعض الشيوخ نشروا هذا الدعاء وقالوا، يعني عندما قاله الناس أو قاله بعض الناس، قال: رأيت خيرا كثيرا بعد أن يعني غضبت على هذا الدعاء، فحسن حالي. فيكفي أن كلنا نعاني من قلة البركة في بيوتنا، وقلة البركة في الأرزاق. فربنا يوسع لك في دارك، ويبارك لك في رزقك، ويكون أفضل شيء بعد الوضوء. فيا ريت كلنا نواظب على هذا الدعاء العظيم: اللهم بارك لي، اللهم اغفر لي ذنبي. لأن يعني أعظم شيء في مناقب الوضوء إنه بيغفر الذنوب. ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. أقوله تاني مرة ستة. وهذا من الأذكار المهجورة التي: ومن أحيا سنة أو ذكر، ومن أحيا سنة قد ماتت، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث صححه الإمام النووي، وحسنه الإمام الألباني. إن كان فيه بعض الضعف، لكن صححه بعض العلماء كالإمام النووي، والإمام يحسنه. قال الإمام النووي، قال: صحيح في الأذكار أن تقول، وله طرق كثيرة، أن تقول: اللهم بعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. بس سهل جدا، لكن في جوامع الكلم. فالصحابي قال له: يعني أنت رسول الله تقول هذا الذكر كثيرا. فقال له: فهل تركنا من شيء؟ يعني الذكر العظيم ده ساب أي خير ما قالوش؟ جامع، دعاء جامع، يعني مغفرة الذنوب ده أعظم شيء للآخر، وتوسعة الدار، والبركة في الرزق، وتوسعة الدار والبركة في الرزق. يعني اللهم وسع لي داري، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فلو نعاني من قلة البركة، هنكتب لكم الحديث ده بالتخريج بتاعه. يا ريت كلنا نواظب ونعلي على هذا الدعاء. والشاهد يعلم الغائب، هذا من السنن المهجورة التي لا يعلم كثير من الناس. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.